السلام عليكم ورحمة الله. بونسوار ميز امي ميز الاف مي بروفيسور كومونت اليفو حبايبي طلاب الثانوية العامة، اخباركم ايه؟ معاكم ميسيو محمد، هقدم لكم درس من دروسنا المهمة جدا في اللغة الفرنسية. احنا طبعا وصلنا مع بعض في اخر محاضرة لينا في الوحدة الثالثة، اونيتي 3 لكلوب ديز اكسبلوراتور، نادي المكتشفين. اتكلمنا في المحاضرة السابقة عن الفوكابولير الخاصة بالدرس الأول، وأخدنا الفوكابولير، قرينا الماسكولا والفيمينا، وأخدنا أسامي ليزانيمو، أسامي الحيوانات الماسكولا والفيمينا، وكمان لوبيتي الصغير من كل حيوان، وليزابيتان السكن أو المكان الخاص بسكن كل حيوان. واستعرضنا مع بعض جزء كبير قوي من الفوكابولير. إن شاء الله يعني النهاردة الفيديو ينال إعجابكم ونفهم كويس جدا مع بعض. النهارده هنتكلم عن جرامير الخاص بالدرس الاول في اونيتي 3، اسم الليسون بتاعنا لو باسي كومبوزي. لو باسي كومبوزي كنا نوهنا عنه المحاضره اللي فاتت وشرحنا منه بعض الاجزاء. النهارده هنتكلم عنه بالتفصيل تاني لاهميه الدرس ده. لو باسي كومبوزي الماضي المركب. هنتكلم النهارده جرامير لو باسي كومبوزي، وهناخد مع بعض السيتياسيو المواقف، وكمان الكومبرينسيون قطع الفهم الخاصه بالدرس الاول، وكمان ليميل وللسوجي الايميلات والموضوعات. ان شاء الله النهارده تكون حصه موفقه للجميع. لو باسي كومبوزي يا جماعه، اول حاجه يعني ايه مسيو كلمه باسي؟ لو باسي يعني الماضي، كومبوزي المركب. يعني ايه الباسي كومبوزي؟ الباسي كومبوزي بيعبر عن حدث، حاجه انا عملتها تمت وانتهت في الماضي، امبارح او الامبارح، الاسبوع الماضي، وهكذا. عشان اعرف ان الجمله دي في الباسي كومبوزي لازم استخدم حاجه اسمها الموكلي. الموكلي عندنا عن الكلمات الداله على الباسي كومبوزي. اول حاجه كلمه اياغ، امبارح، avant-hier، زي ما احنا شايفين كلمات الدالة hier، avant-hier، passé، dernier، il y a، en، زائد سنة ماضية، dernièrement، ce matin. بيكون من الباسي كومبوزي، بيكون من verbe être أو verbe avoir في البريزون، le conjugaison de verbe être و verbe avoir. وهنا verbe être و avoir مش جاي معناه يكون أو يملك، هو جاي verbe auxiliaire يعني فعل مساعد، زي was و were كده في الانجليش، بيحول الحدث من المضارع للماضي. زائد البارتيسيب باسي او نقول عليه البي بي او الباسي او البارتيسيب باسي اسم المفعول. تعال نفتكر مع بعض اول حاجه تصريف فيرب اتر وفيرب افوار، وطبعا احنا كلنا اكيد فاكرينه كويس. جو سوي، تو يي، ايل ال اي، نو سوم، فو زات، ايل ال سون. فيرب افوار، جي، تو يا، ايل ال اون ا، نو زافون، فو زافي، ايل زون، ال زون. طيب امتى بستخدم فيرب اتر وامتى بستخدم فيرب افوار في الباسي كومبوزي؟ احنا اتفقنا ان الباسي كومبوزي ده عباره عن تكوين فيرب اتر وافوار بلس زائد ماضي من الفعل اسمه البارتيسيب باسي. طب امتى استخدم فيرب افوار؟ بستخدم فيرب افوار مع كل الافعال في اللغه الفرنسيه صف ما عدا 14 فيرب، 14 فعل ومشتقاتهم، بالاضافه للفيرب البرونومينال او الزوداميرين. طب ايه هي ال 14 فيرب اللي بتيجي مع اتر؟ اللي بتيجي مع اتر عندنا انتري، sortir، يدخل ويخرج، naître، mourir، يولد أو يموت، passer، retourner، يمر ويعود، aller، venir، يذهب ويأتي، partir، arriver، يصل ويرحل، tomber، rester، يسقط أو يبقى، descendre، monter، ينزل أو يصعد. باقي الأفعال أي فعل غير الجروب ده يا جماعة بيجي قبليه فيرب أفوار. طيب بالنسبة لي تكوين الفيرب إزاي يكون في الباسي كومبوزي؟ ازاي احصل على الفعل من المصدر للماضي؟ ازاي تحول الفعل من المصدر للماضي، من الانفينيتيف للباسي؟ طبعا اتفقنا قبل كده اكتر من مره ان الفيرب الفرنسي ليه ثلاث مجموعات. المجموعه الاولى يعني البريمير جروب، المجموعه الاولى هي كل الفيربات اللي في اخرها اغ، زي فيرب الي، فيرب مونجي، جوي، بارلي، وافعال كتير جدا. الفعل ده يا جماعه عشان تحوله من الانفينيتيف للباسي بتشيل الار وتحط على الاكسون، تمام كده؟ اي فعل. طب لو كان الفعل مجموعه تانية دوزيام جروب يعني في اخره اي ار، زي فيرب فينير او شوازير او اوبير، بنشيل ار وما نكتبش اكسون على اي حاجه، هو بنشيل ار بس. فينير تبقى فيني، سورتير سورتي، بارتير بارتي. اما لو الفيرب بينتهي بالاو اي ار او الار او بقول عليه فيرب ريجولير. فيرب ريجولير يعني عشان تحوله من الانفينيتيف للباسي كومبوزي بياخد طريقه تانية خالص غير المصدر بتاعه. احنا قسمناها لكم لحاجة اسمها يعني سيلاب، مقاطع أو أجزاء. أول حاجة إن الفيرب اللي في آخره إي آر أو صفا، بنشيل الإي آر أو ونحط تي، زي فير، في، لير،
conduire, conduit, dire, dit, ما عدا lire, lu, ou boire, bu. أما الفعل اللي في آخره D-R-E بنشيل ال-R-E ونكتب U زي vendre, vendu يعني بيع répondre, répondu يجيب attendre, attendu ما عدا prendre يأخذ مشتقاته لي apprendre و comprendre و surprendre و reprendre. Verb prendre أصلا بيتحول للباسي كوموزي اللي prendre إيه pris. Ça va؟ اوكي يا جماعه، ان فيرب بروندر بيتحول لكلمه بري ومشتقاته ابروندر ابري كومبروندر كومبري وهكذا. نيجي بعد كده لمجموعه فيرب فينير. فيرب فينير ومشتقاته فينير ياتي ديفينير يصبح اوبتينير يحصل على. بنعمل ايه؟ بنحذف الاو ان اي ار ونكتب بدلها U زي فينير فينو اوبتينير اوبتينو ديفينير ديفينو. نيجي لمجموعة فيرب بتنتهي بالـ A-E-T-R-E زي فيرب كوناتر كونو باغاتر بارو ما عدا فيرب نيتر ني. نمرو ست، الجزء أو المجموعة الرقم 7 من أفعالنا، الأفعال بتنتهي بالـ O-E-R زي فيرب فوار تبقى فو، فولوار تبقى فولو. أي فعل بينتهي بالمقطع فوار سافا بنحذف المقطع كله ونكتب بداله U زي بوفوار بو، سافوار سو، دوفوار دو. أفعال المجموعة التالتة اللي في عندي مجموعة من الأفعال بتنتهي بالـ R-E-R تصرف صفا بنحذف الـ R-E-R ونكتب بدلها E-R-T. تعال نشوف كده: أوفرير أوفير يفتح، كوفرير كوفير، أوفرير يقدم، أوفير قدم، ديكوفرير اكتشف، ديكوفير اكتشف. زي ما انتم شايفين أنا عامل لكم الفيرب على هيئة جروب، على هيئة مجموعات، وتحويلها ازاي للباسي كومبوزي. اما عندي مجموعه افعال بقى ملهاش هويه، يعني هي تحويلها ريجولير بالكامل، لا تنتمي لمجموعه، زي فيرب كورير كورو، مورير مور، سويفر سويفي، فيفر فيسو، ساسوار ساسي وهكذا. اتر ايتي، ماتر مي، كوروار كورو، افوار او، سو تير سو تو. تعال بقى نشوف اهم حاجه في الباسي كومبوزي. اتونسيون يعني المربع ده بيقول لي جامد جدا، لازم نركز عليه. اول حاجه ان اتفقنا ان في 14 فعل بيجوا مع فيرب اتر في الباسي. ال 14 فعل دول لهم ميزه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. لما يكون الفعل مع الفاعل الفيمينال مؤنث او مع الفاعل الجمع، اوكي. اول حاجه ما ننساش نقول ان الفيرب الزو ضميرين اللي بادئ بسو صفا بيجي دايما مع اتر، زي ما احنا شايفين الفعل ذو ضميرين اللي بادئ بسو بيجي مع المساعد اتر، زي ايير امبارح جو مي سوي ليفيتو. احنا فاكرين فيرب سوي ليفي ان ستايكس، السو طبعا بحولها المو مع جو تبقى جو مو، وبعد كده اكتب فيرب اتر يبقى جو مي سوي واحذف الار وحطها الاو اكسون. لا سمان ديغنيير ال سي بروميني دون لو بارك. صفا ناخد بالنا جامد قوي يا جماعه من الملحوظه رقم ب دي، بتقول اسم المفعول الذي ياتي مع المساعد اتر يضاف له تبعيه دائما على حسب فاعل الجمله. يعني لو فاعل الجمله جو او تو او ايل ما بياخدش تبعيه، لكن لو فاعل الجمله في مينا ال او اي فاعل يساويها زي مامو زي دينا زي هدى زي لامير زي لافي، كل الفعل في مينا نزود للفيرب في الباسي كومبوزي او امتى؟ مع اتر بس، مع الافعال بتيجي مع اتر بس. اما لو الفعل كان جمع بلوريال نو او فو او ايلافيك اس بنضيف للبارتيسيب باسي اس. اما لو كان بلوريال في مينا او اس طبعا بينتهي بالال، يبقى اكيد اسم المفعول هياخد او اس. يعني زي ما احنا شايفين كده بنقول il sont allé، اللي هنا مضاف لها اس، ال sont allé مضاف لها او اس. يبقى تاني اسم المفعول مع المساعد اتر بيتاثر بفعل الجمله. يعني لو فعل الجمله في مينا بنزود للفيرب او، لو فعل الجمله جمع بنزود للفيرب اس او او اس. طيب هل ده بس مع المساعد اتر؟ ايوه دايما ثابت مع المساعد اتر. طب هل الفيرب اللي بيجي مع الاوكسيليير افوار مع المساعد افوار بياخد اكور يعني تبعيه؟ بياخد اكور لكن في حالات معينه مش دائما. اول حاجه لما يجي اسم المفعول مع اداه استفهام معينه زي كومبيان دو او كل، على حسب الاسم الجمع اللي بيجي بعد كومبيان دو. اكزامبل كومبيان دو ليفر اتو لو. يعني زي ما احنا شايفين كده اداه الاستفهام كومبيان دو بتقول كومبيان دو ليفر، كم من الكتب اتو لو انت قريتها. هنا فيرب ليغ الباسي كومبوزي او البارتيسيب باسي بتاعه اسمه لو، يعني قرأ، مضاف له اس ليه؟ لانه متاثر بالكلمه الجمع اللي جايه بعد كومبيان دو.
رقم اتنين أداة الاستفهام كال. احنا عارفين كلنا ان كال معناها ما، بتسأل عن ماسكولا او فيمينا او بلوريال ماسكولا او بلوريال فيمينا. فبرضو الاسم المفعول اللي بيجي مع أداة الاستفهام كال يتأثر بالكلمة اللي بسأل عنها او الكلمة اللي بتيجي بعد كال. لو هي فيمينا اسم المفعول ياخد او زيادة، لو هي كانت بلوريال جمع اسم المفعول ياخد اس او او اس حسب نوع الكلمة اللي بسأل عنها. اسم مفعول مع افوار ممكن ياخد اكور في حالة كمان لما يكون الجملة في الباسي كوموزي جاي فيها برونو بيرسونال ضمير شخصي. يعني ايه ضمير شخصي؟ يعني برونو بيرسونال ديريكت ضمير شخصي او ضمير مفعول مباشر. لا روب الفستان جي لا بورتي اير، بنت تقول الفستان ده انا ارتديته امبارح. هنا الجملة فيها لا اللي هي ال ابوستروفي اللي جاء قبل فيرب افوار في الباسي كومبوزي. فيرب بوختي انا واخد دبل او واخد او زياده ليه؟ لان متاثر بكلمه لاغوب. علي نوزان فيتي شيلوي، علي دعانا عنده. هنا في برونو بيرسونال نو فالفيرب واخد اس عشان الجمع بيعود على النو اللي هي الضمير الشخصي المباشر. ازاي انفي الفيرب في الباسي كومبوزي؟ زي اي فيرب عادي، بستخدم نو با. بس يا ترى احط النو والبا مع الاوكسيليير ولا مع البارتيسيب باسي؟ لا، بكتب الاوكسيليير اللي هو فيرب اتر افور ما بين النو والبا. اما اذا كان الفعل ذو ضميرين في الباسي كومبوزي، يعني الفيرب اللي بادئ بسو، ايير امبارح جو مي سوي ليفي تار، استيقظت بدري، ازاي احولها للنيجاتيف؟ اقول ايير جو نو مي سوي با ليفي تار. بعض الافعال اللي بتيجي مع اتر قد تاخذ المساعد افوار، وذلك اذا لم ياتي بعدها حرف جر. فيرب باسي يا جماعه ليه معنيين في اللغه الفرنسيه. باسي بمعنى يمر على، يمر على مكان او يمر على شخص. في الحاله دي بياخد الاوكسيليير، يعني الفعل اللي قبليه بيكون اتر لما يجي بمعنى يمر. يبقى الي باسي شي موا، هو مر عندي، او جو سوي باسي على فارماسي، معناه انا مريت على الصيدلية. لكن باسي لي معنى تاني، معنى يقضي وقت او يقضي اجازة او يقضي عطلة. بيجي هنا لما يجي معنى يقضي وقت او زمن يجي مع المساعد افوار مش اتر. الا باسي لي فاكونس ديرنيير ا باريس، هي قضت اجازتها الماضية في باريس. يبقى فير باسي ممكن يجي قبلي اتر لو جاي بمعنى يمر. طب ازاي مسيو اعرف انه هنا بمعنى يمر او بمعنى يقضي وقت؟ حسب الاوبجي. لو هو جاي بعديه برونو او جاي بعديه كومبليمون اوبجي ديريكت مفعول مباشر، يعني مفيش بعديه حرف جر، يبقى جاي هنا بمعنى يقضي وقت او اجازه. لو جاي بعديه حرف جر يبقى اكيد بيمر على شخص او بيمر على مكان. يبقى لما يجي بمعنى يمر يجي قبليه اتر، لما بيجي بمعنى يقضي وقت او اجازه بيجي قبليه افوار. دايما الان، الان احنا عارفين ان هي فاعل جمله معناها نحن، بيجي دائما بتتعامل الفعل معاها اكنه ايل وقال مفرد. يعني الفيرب مع الاو هو الايل والال المفرد. طيب الاو اصلا عشان معناه احنا، فالفيرب في الباسي كومبوزي مع او بياخد تبعيه اس او اس حسب لو بتكلم عن بلوريال ماسكولا اس او بلوريال فيمينا او اس. في حاله وجود الضمير او البارتيسيب باسي مع اتر، البارتيسيب باسي مع اتر يا جماعه لما يكون فعل الجمله فو، بس فو هنا جاي للاحترام. يعني بقول ميسيو فو زات لي ا باريس، هنا لي ما خدتش لي اس، لان الفو هنا موجهه المفرد، هي بس جايه للاحترام. لكن مع المدام او المدام فو زات لي ا باريس، هنا لي واخده دبل او لانها بتعود على المدام الفيمينا. جوني توا جون وانت فو زات لي ا باريس، هنا بقى فو مقصود بها انتم لان جاي قبلها فاعل جمع، فالفعل هنا ياخد اس تبعيه للجمع. ده كان استعراض مهم جدا لاهم الاسئله الخاصه بي، او شرح تاني واعاده لاهم افكار درس مهم جدا الباسي كومبوزي. تعال نحل اكزرسيس كده عليه نقول مع بعض. اول فراز بتقول لي ايه؟ كال اليمون، اي طعام، اتو مانجي مانجي مانجي. طبعا هنا قلنا من شويه ان اداه الاستفهام كل هنا جايه بتسال عن كلمه جمع مذكر بلوريال ماسكولا اللي هي كلمه اليمون في اخرها اس، فالفيرب هنا يتاثر بالكلمه دي. لو الكلمه دي جمع هياخد اس، فاحنا نختار طبعا مانجي الاخيره. منى ناديا دول اتنين بنات او بلوريال فيمينا. فوزات رونتري، رونتري اني رونتري صح يا جماعه؟ بتكلم على البارتيسيب باسي مع منى وناديا، ناخد رونتري الاولى. نو باسي شي ميسيو الا، هنا اكيد قضينا على ميسيو الا ولا مرينا على ميسيو الا؟ اكيد مرينا على ميسيو الا. لما يجي بمعنى يمر بيجي قبليه اتر، بقت نو صم. اختار التالت. اياغ امبارح نو زافون في في فت فت، هنا نو زافون في الاولى لان ده الباسي كومبوزي من فيرب فير، البارتيسيب باسي منه. ال سي
entraîner. أنا في يوم اختار الصح الفاعل الجملة في مينا، فالفيرب هيتأثر بالفاعل ده ياخد entraîner الأولى. Voilà mes copains، دول أصحابي. Je leur téléphone، أنا كلمتهم. هنا فيرب تليفوني بيعود على مين؟ على أصحابي اللي هم مي كوبان، فتليفوني هياخد الاس بس اللي هي علامة الجمع المذكر البلوريال ماسكولا تليفوني التالتة. Ta tenue de sport tu l'as apporté، لبسك الرياضي انت جهزته. apporté هتبقى apporté الاختيار الاخير. Ces photos sont jolies، الصور دي جميلة جدا. Utilise pris ولا prendre ولا prise ولا prise الاخيرة، تبقى prise الاخيرة لان photo بلوريال فيمينا. الباسي كومبوزي اصلا من فيرب prendre pris وياخد اس زيادة علشان بيعود على الصور فوتو. اياك امبارح ال سي ليفي ليفي الاخيره، برافو عليك، لان هنا ال هنا جايه في ميناء فالفيرب ياخد زياده. سوماتان صباحا جو سويز اللي، جو سويز اللي بعد الباسي كومبوزي لو طلب مني فيرب كمان يبقى الفعل في المصدر. جو سويز اللي فير ليه مسيو فير؟ لانه اوريدي جاب لي فعل مصرف في الماضي. لان ديرنيير العام الماضي نو nous avons passé، ان هنا جاي كلمه ايه؟ الاجازه، يبقى نقضي الاجازه او قضينا الاجازه، جاي بمعنى يقضي يبقى ياخد المساعد افوار، تبقى nous avons passé الاولى. ناخد كمان اكزرسيز على الباسي كومبوزي ناكد كده. ايلي هنا ايلي، ايلي هنا ما بتاخدش اي تبعيه، ايلي بارتي الثانيه. ايل سون هنا الفاعل جمع، تبقى ايل سون سورتي الثالثه. ال سي ريفييه طبعا ال سي ريفييه، اللي هنا ما بياخدش اكور يبقى ريفييه الرقم 2. كالكان اي شخص ما اي انتري الثانيه، لان كالكان ده يتعامل معامله ايل المفرد. ال نيسون با هنا ايل افيك اس بياخد الفيرب مضاف لي اس طبعا، يبقى اغيفي رقم 2. الي ديسندو، ديسندو رقم 3 لان هي في مينا. جون وانا نو سوم الي رقم، الي انهي رقم 1، لان جون وانا بيتعاملوا معامله الجمع اللي هي نو بتاخد اس بس، يبقى نو سوم الي. ادفو ان فرانس ميسيو، بعامل الميسيو بالاحترام بالفو، فالفيرب يجي عادي في الباسي كومبوزي بدون تبعيه او بدون اضافه، يبقى الي الثالثه. ادفو ان فرانس مدام، هنا بكلم المدام فبتعامل معامله الفيمينا، يبقى الي الاخيره واخده او زياده. ادفو اليكول ميز انفون، رحت المدرسه اطفالي، يبقى ميز انفون هنا الى فيك اس او دي بيعود الفعل على ميز انفون، هتاخد اس الاختيار الاول. سي شوكولا جيليزا تروفي الثانيه، لان شوكولا ماسكولا. سي سون لافي افون دو مانجي، هم غسلوا ايدهم قبل الاكل، يبقى هنا سي سون لافي واخده دبل او، فاكيد هتكون بلوريال فيمينا، هتكون ال الاخيره. اتمنى يكون الباسي كومبوزي بعد الشرح بالتفصيل ده وحل كميه الاكزرسيس دي يكون بدا يبقى واضح. الموضوع بسيط جدا يا جماعه. الباسي كومبوزي ده عباره عن فيرب بيكون من فيرب اتر او فيرب افوار بلس بارتيسيب باسي، بيكون من فعل مساعد هو فيرب افوار بيجي قبل اي فعل في اللغه الفرنسيه، ما عدا لو الفعل ده كان من ال 14 فعل اللي انا قلتهم بالاضافه لافعال الزو ضميرين اللي بادئه بسو. الفعل ياخد افوار او اتر، بعد ما ياخد افوار او اتر قبليه تصريف فيرب افوار وفيرب اتر بغير الفعل نفسه للباسي. ليه ثلاث انواع؟ لو كان مجموعه اولى بشيل الار واحطه على الاو اكسون، لو كان مجموعه ثانيه بشيل الار من الفيرب، اما لو كان تروازيام جروب مجموعه ثالثه يعني بينتهي بالاو اي ار او الار او بيبقى عباره عن فيرب ريجولير. اوكي، نفس فكره الانجليش، انت عندك مثلا بلاي بلايد لكن تقول جو وينت جان رايت روت، يعني في افعال عاديه وفي افعال ريجولير، فالباسي كومبوزي الافعال اللي في اخرها ار كلها افعال عاديه، مونجي وجوي والي وفيزيتي، اما الفعل اللي في اخره اي ار زي فينيغ شوازيغ المجموعه الثانيه او دوزيام جروب بنشيل ار بس من الفيرب، اما لو كانت الوازيام جروب عباره عن بيعتمد شويه على مذاكرتي مع حفظ الجيد للفيرب في الباسي كومبوزي. بعد كده الفعل مع اتر بيتاثر بالفاعل، لو الفاعل في ميناء بنزود له إيه، لو كان جمع بنزود له اس او اس. صافا، ده كان بالتفصيل شرح الباسي كومبوزي. يلا بينا ننتقل لجزء تاني، اهم الموضوعات الخاصه بالدرس الاول في الوحده الثالثه. اكريفي ان ميل انامي فرونسي بور بارلي ديز اكتيفيتي دون لو فيرم، يلا نحكي عن الانشطه بتاعتنا في المزرعه. جي في على فيرم تو لو ماتان، بذهب المزرعه كل صباح. جي دون امونجي اوز انيمو، بعض الطعام للحيوانات. جي غاماس لي زو، بجمع البيض من الدجاج. جي مونت اشيفال بور الي او شون،
يعني بصعد أو بركب الخيل في الحقول. جيد مون بير أ غاماسي لي فيغوي، أساعد الأب في قطف أو جمع الفواكه. دون لو بري في الحقل. جي باس دو أو تخوا زور دون لو فيرم، بقعد ساعتين أو ثلاثة في المزرعة. بارلي دو فوتر أنيمال بريفيري، طبعا سوجي بسيط. لو أنا بحب أتكلم عن أنيمال معين، هتكلم مثلا عن الفاش. جيم لي زانيمو دو لا فيرم، بحب حيوانات المزرعة. جيم بكو لا فاش، بحب جدا البقرة. سي تان أنيمال دوميستيك، هو حيوان أليف. ألي ترانكي، هي هادئة. لا فاش في dans le étable، بتعيش في الحظيرة. elle ne produit du lait، بتنتج اللبن. elle ne donne aussi de la viande، وتعطينا اللحم. son petit، صغيرها او ابنها. c'est le veau، هو اسمه le veau، اللي هو العجل الصغير. j'aime aussi le cheval، بحب ايضا الخيل. je sais monter à cheval. parler de votre habilité، ce que vous avez faire et ne savez pas faire. تكلم عن اهم الانشطه الخاصه بيك، اللي ممكن تعمله واللي مش ممكن تعمله. je sais jouer de la guitare، je sais monter à cheval، اركب خيل. je sais peindre du paysage، بحب ارسم مناظر جميله. je sais faire de l'escalade، عمل التسلق. je ne sais pas faire de tennis، لا اعرف لعب التنس. je ne sais pas jouer de piano، je ne sais pas parler de français، او je ne sais pas parler français. ça va. سجين نمبر 4، راكونت فوز اكتيفيتي على كامباني. طبعا احنا اتفقنا قبل كده واكدنا ان تم تغيير اسئله مقاليه لاسئله اختياري، لكن وارد جدا يجيب لك عنوان سوجي ويديك ثلاث اختيارات لثلاث موضوعات مختلفه، تختار الموضوع الانسب. فطبيعي ان انا براجع الكومبوزيسيون كنوع من التاكيد والاهتمام بالسوجي. وفي كل الحالات دائما احنا بنبقى كويسين جدا في الفرنسي طول ما انا بكتب موضوع صح. لو حبيت احكي عن الانشطة بتاعتي في الكامباني في الريف، بوندو لو فاكونس دي تي، في اثناء الاجازة الصيفية. اون فاكونس دي تي جي في على كامباني شي مون اونكل. لا هناك جي ايد مون اونكل دون لو فيرم، اساعد العم في المزرعة. جي مونت ا شيفال دون لو شون، بركب خيل. جي في دو لا ناتاسيون دون لو لاك، بعمل سباحة في البحيرة. جيم باندر لو بيساج على كامباني، بحب رسم المناظر الجميلة في الريف. لو سواغ، مساء. جي جو اوسي دو فيولون، بلعب بالكمان. افيك مي كوزان، مع اولاد عمي. جي غرامب لو مونتاني دو فوا باغ سومان، يعني بحاول اصعد الجبل مرتين في الاسبوع. كومون فو زافي باسي لو ويك اند، ازاي تحكي عن اهم الافكار بتاعتك في الويك اند اللي عدى. جي باسي سو ويكند على فيرم، برضو بنربط الفكره بتاعتنا بالاجازه، بقعد اجازتي في المزرعه. شي مو غون بارون، جي مي سوي ريفيي تو، استيقظت مبكرا. جي مي سوي بروميني دون لو شان، تنزهت في الحقول. جي مي سوي بينيي دون لو ريفيير، تنزهت او عمت في البحيره او في النهر. افيك لي كوبان دو فوازيناج، مع اصدقائي في القريه. On est monté à cheval، ركبنا خيل. On fait du VTT، ركبنا الدراجات في الأماكن الخضراء أو الأماكن الجبلية. On a joué à la pétanque، ولعبنا رمي الكرة الحديدية، احنا بنربط الدروس بعضها. Le soir، مساء. On a joué du jeu vidéo، لعبنا بلاي ستيشن. On regardait la TV أو la télé، شاهدنا التلفزيون. طب يا ترى الإيميلات بتاعتنا، زي ما احنا قلنا أهم الإيميلات الوارد وجودها في الامتحان او وارد او خاصه بالدرس الاول، بقول لك تو فا لا كامباني، بتروح الريف. هتقول لي وي جي في لا كامباني. لا هناك كال اكتيفيتي تو في، ما الانشطه اللي بتعملها؟ هتقول جو سي مونتي ا شيفال، بعرف اركب خيل. جو سي اوسي ايضا ناجي دون لو ريفيير، اعوم في البحيره. افيك كي، قلت افيك ما فامي او افيك مي زامي. اتفقنا يا جماعه؟ الناس اللي بتكلم دلوقتي بتقول ان الايميل تم لغيه، احنا وارد جدا يجيب لك الايميل ده ويجيب لك الاجابه دي ما بين خمس اجابات او اربع اجابات، ويقول لك اختار الاجابه الانسب. فاحنا مراجعتنا للايميل استعدادا لاي سؤال هيجي لنا باي شكل، فاحنا نكون جاهزين باي شكل من اشكال الايميلات بتاعتنا. يلا بينا نشوف الكومبرينسيو، قطعه الفهم. أول كومبرينسيو عبارة عن زي ما انتم شايفين ديالوج. لويس بيكلم مارين، ماما بوركوا اني با دو شيان كوم ليو، ليه مش عندنا كلب زي صديق ليو؟ او وي موا جيم بيان افوار ان بيتي شا كوم لو شا دو جولييت. بتقول سافا مارين اختو، انا نفسي يكون عندي كات قطة زي جولييت صديقتي. لامير قالت نو لي زانفون سي ني با بوسيبل، ده مش ممكن. لي زانيمو سون ماليغو دون لابارتمون، الحيوانات بتبقى تعيسه في جوه المنزل. اي بوي ان شيا، ولو محتاجين كلب الفو لو سورتير بليزير فوا باغ جو، محتاجين كلهم نخرجوا. مارين قالت مي ان شا سا مونج سا جو سا دور، القطه بتلعب مع نفسها بتاكل
بتنام ببساطه. سي تو لما قالت ايكون اون بارون فاكونس، لو جينا نسافر كي فا فينير سي كيو بي، مين هيهتم بيها؟ لويس. الوغ اون بو افوار ان اوزو، ممكن نجيب يعني عصفور. سو بيتي سا في دون زين كاج، او بيان اون بو افوار ان تورتو، او ممكن نجيب سلحفه. سا سوفي، كده كفايه بقى. ساتيتي الصيف ده اون فا شي فو غران بارون على كامباني، هنسافر للريف عند الاجداد. فو بوفي جوي افيك لو لابا، ممكن تلعبوا مع اللابا. اي لو فاش سي بوكو تريز انتريسون، هتكون امتع كتير. لويز ومارين هنا بيفركوا، بيتكلموا عن ايفول افوال افوار دي زانيمو. الاجابه الاولى ليو ا، ليو عنده شيان طبعا كلب. les enfants vont à la campagne، يروحوا الكامباني امتى؟ في الصيف. اونيتي، مين قال عنده شا كات جولييت؟ le grand père de لويس et مارين فيف، بيعيشوا فين؟ ها في الكامباني. on élève dans une cage، بنربي ايه في قفص؟ كاج اوازو يعني بيرد. كومبرينسي دو، ده زي ما انتم شايفين يا جماعه ايميل من ايلان لستيفان. الاوبجي لي فاكونس، بول بونجور بور لي فاكونس دو برانتو، في اجازه الربيع. جو في بارتير افيك لي زانيفو، افيك لي زانفون، يعني هسافر مع اطفالي. بوندو اون سيمان، بعد اسبوع. ساتاني نو زالو باسي نو فاكونس على فيرما، نقدر اجازتنا في المزرعه. سي تاميزون، هي ممتعه. اي سا وي، صحيه. بور لي زانفون ils peuvent s'amuser avec les canards، يستطيعوا التمتع مع البط. donner à manger au lapin et monter à cheval dans le champ. pour moi بالنسبة لي s'il fait beau، لو الجو جميل، je peux me promener dans le champ، هتنزل في الحقول. à pied et lire un bon livre ou un recueil dans le jardin في الجاردن de la ferme في المزرعة. ici le temps est superbe، هنا الطقس جميل. il y a aussi ou il y a toutes sortes de arbres، جميع أنواع الأشجار. fruitier، أشكر الفاكهة. سي جو منوي، لو شعرت بالملل، جي في باسي مون تون أو تيليفون. إي توا، وأنت أو تو فا ألي بوغ تي فاكونس دو برانتون، هتبدأ أجازة الربيع فين؟ يبقى هنا إيلان بيحكي لستيفان عن الفاكونس بتاعته، أجازة الربيع اللي جاية هيقضيها فين؟ في المزرعة مع أطفاله، وإيه الأكتيفيتي اللي هيعملها؟ أول كيستيون ونقول مع بعض. هنا إيلان بتقول إيلان فا باسي لو فاكونس، إيلان سافا هتقضي أجازتها فين؟ أفيك سا فامي. إيلين أ choisi la campagne، ليه اختارت الريف؟ parce que، لأن، ها أني سبب يا جماعة؟ parce que ça fait plaisir aux enfants، لأن هيكون ممتع للأطفال. si le temps est beau، سؤال رقم ثلاثة، لو الجو جميل، إيلين se promène، ألا تتنزه على إيه؟ à pied، على القدمين. à la campagne إيلين va passer، في الكامباني إيلين هتعمل إيه في الكامباني؟ هتقضي قد إيه؟ يا ترى موا شهر؟ موا دو إن موا، أقل من شهر، 6 jours، 7 أيام، دو موا شهرين. سافا؟ بنتكلم دلوقتي عن السؤال رقم 4، بنقول على كامباني إيلين va passer، هتقضي قد إيه؟ فوق طبعًا أسبوع، يبقى 6 jours. dans le ferme، في المزرعة، les enfants peuvent، الأطفال يقدروا إيه؟ lire des livres، يقرأوا كتب. monter à cheval، réviser les leçons. vont au cinéma، طبعًا monter à cheval. نشوف إكزامبل أخير من أسئلة الكومبرينسيون. في السؤال رقم 6 لسه موجود سؤالين كمان. on trouve بنجد dans le ferme، sort يعني نوع واحد من الحيوانات، دو sort، لكن طبعًا plaisir animaux، حيوانات عديدة. مدام إيلان باس سي الوزير، بتقضي الوقت الفراغ بتاعها فين؟ جوي او تينيس، ليغ دو رومون، مونتو ا شيفال، غماسي لي فريز، طبعا ليغ تقرا، رومون قلنا قبل كده معناها روايه او قصه. كومبرينسيو اخيره بعنوان او بريفيري فو باسي لو ويك اند، اين تفضلوا قضاء الاجازه؟ دون لا كلاس البروفيسور دو فرونسي بوز سيت كيستيون ا تروا زيليف، مدرس سأل ثلاثة من طلابه الأجازة بتاعتكم هتقضوها فين؟ دي كانت إجابتهم. جولي بتقول كوم دابيتيت كالعادة، جي باس لو ساميدي إي لي ديمونش، السبت والحد، شي مون أونكل على كامباني. جي ميلاف تري تو، بستيقظ بدري بور بروندر لو تي جي في، آخد القطار. تي جي في يعني تران غراند فيتيس بور ليون. جي جو أفيك مي كوبان، بلعب مع أصحابي دون لو شون أو لا فيرم. أفيك لي زانيمو أ لا كامباني، جي إيد مون أونكل، بساعد عمي اكولتيفي لو شون. اما صابرين بتقول جي باس لي دو جور دو ويكاند
entre la maison et la bibliothèque, مكتبة وفي المنزل. J'aime jouer à des jeux vidéo, بحب البلاي ستيشن, et naviguer sur internet, وتصفح على النت. La lecture, القراءة, c'est ma passion. J'adore le roman policier, بعشق الروايات البوليسية. Le week-end prochain, je vais aller à la mer. Le week-end اللي جاي رايح البحر avec Sarah. Ma voisine Gorty, elle fait très bien de la natation, بتلعب جيدا السباحة. Marie, le VTT, يعني فيلو توتوغا, ركوب الدراجات في الأماكن الوعرة. C'est ma passion, هي ميولي. Je participe à des courses de vélo, بحب أشارك في سباقات الدراجة أو كلوب في النادي. Je reçois toujours le premier place, ودايما باخد المركز الأول. Je fais souvent de l'escalade, وبمارس الإسكالات تسلق الجبال avec le copain. Mais c'est un été, في هذا الصيف seulement, فقط. J'adore le sport extrême, يعني بعشق الرياضات العنيفة. سابرين اللي هي الشخص اللي موجود اسمه هنا الشخص الثاني. باس لو ويك اند, بتقضي الويك اند فين؟ ها على ميزون, وهنا مكتوب باس لو ويك اند على كامباني الريف او كلوب النادي على ميزون على بيبليوتيك سافا. هي بتقول هنا اونتر لا ميزون الى بيبليوتيك جيم جوي على ميزون الانسب. ماري في بارفوا دي سبور اكستريم, ماري تمارس رياضات عنيفه. وي الفيدو سكالات, الاختيار الاول. ماري ام بكو, ماري بتحب كتير ايه فير دو فيلو, الاختيار الاول. كون جولي فاتال شي سون اونكل, امتى جولي هتسافر عند العم؟ اون فاكونس دي تي ولا شاك موا ولا شاك ويك اند؟ شاك ويك اند. جولي فا على كامباني, بتروح الريف ازاي؟ افيلو بالدراجه, اون فواتور ولا اون تران ولا اون تاكسي؟ اون تران, الاختيار رقم سي. صابرين ام ناجي, بتحب السباحة افك مع سا فوازين جارتها, الاختيار نمرو بي. بعد ما حلينا اكتر من اكزامبل من سؤال القطعة الفهمة او كومبرينسيو على الدرس الاول, يلا بينا نشوف اخر حاجة معانا, سؤال السيتياسيو المواقف. السيتياسيو في الامتحان هو طبعا طبيعي بيجينا دي سيتياسيو 10 مواقف, بيبقى فيهم واحد اكسترا بونس كده زيادة, بس احنا طبيعي بنحل المواقف كاملة. وارد طبعا السيتياسيو تزيد, لكن السيتياسيو من الاسئله اللي كل الطلبه الحمد لله موفقه فيها, وسؤال سامبل جدا بيعتمد اساسا على ايه؟ على حاجه واحده, انت بتقول فودو موندي, يعني انت تسال فودو موندي انا مي, هي نفسها فودو موندي ان كوبا, هي نفسها فودو موندي ان كاماراد, ما هو زميلك هو صاحبك هو صديقك في المدرسه, يبقى كاماراد وكوبا وامي كلهم واحد. فودو موندي بابا, هي فودو موندي تون بير سافا, او فودو موندي فوتري بير. المهم جدا يعني تركز في الحته دي, فودو موندي انا مي, انت اسال صديقك اي حاجه بقى. بعد كده في اخر الجمله فوديت, انت تقول له ايه في السؤال, يعني انت تساله تقول له ايه. فودو موندي انا مي, وفي الاخر ال دي معناها هو يرد عليك يقول لك ايه في الاجابه. يبقى فوديت في اخر السؤال معناها انت تقول, ال دي معناها هو يقول. ونقول مع بعض الموقف رقم واحد, سيتياسيون نمرو 1. فودو موندي ان كوبا, طبعا يا جماعه احنا بنتكلم عن اونيتي, بتتكلم عن اسمها لو كلوب ديز اكسبلوراتور, نادي محب الاكتشافين, بنتكلم عن فكره الكامباني الريف ليز اكتيفيتي وليز انيمو, فاكيد المواقف هتبقى مرتبطه بنفس الحوار ده اللي هو الانشطه في الريف او الاكتيفيتي دون لو كامباني. فودو موندي ان كوبا بوركوا ال ديتست لا كامباني, بس صاحبك ليه بيكره الريف؟ ال دي هيقول لي باسكو ها سي نول, لان هي سيئه, الاختيار نمرو بي. فودو موندي ان كوبا سي كي ايلم فير على فيرم, سال صاحبك ماذا يحب ان يفعل في المزرعه؟ ال دي هو يقول, ها هنفكر سوا, جي مونت ا شيفال, برافو عليك, بركب خيل, لان دي الوحيده اللي مرتبطه بالفيرم. ان كوبا فودو موند, صديق هنا بيسالك سي كو فو بوفي فير على كامباني, ماذا تعرف او ماذا تستطيع ان تفعل في الريف؟ فودت هتقول له, طبعا لو بصينا كويس الاختيارات هنلاقي بس نيميرو سي هي الانسب, دوني امونجي ولا با سافا. نيميرو 4, vous acceptez l'invitation de votre ami, سؤال رقم 4, الموقف رقم 4, بتقبل الدعوه سافا. vous acceptez l'invitation de votre ami d'aller à la campagne, بتقبل دعوه صاحب دعوه صاحبك للذهاب للريف, هتقول له سيتي امبوني, دي هي فكره جيده. نيميرو بي. موقف رقم 5, vous avez décidé de passer le week-end à la campagne, قررت تقضي اجازتك في الريف chez vos grands-parents, vous leur dites, هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم ce week-end
او لو ويك اند جي في الي او سينما. نو هتقول جي مالي شي فو، احب اجي عندكم على كامباني. اختار الاول، بنفكر مع بعض. سؤال رقم 6، اون فاكونس في اجازتك فوزات شي فوتر غران مير، انت عند الجده على كامباني، ال فو دي هي هتقول لك ايه اني اوردر. طبعا زي ما احنا شايفين تقول فا او بولاي اي غاماس لي زو، هتحاول تشغلك طبعا، تقول لك روح حظيره او مكان الدجاج وجيب لي البيض. ده الاوردر الانسب خاص بالريف طبعا. فودو مونديال موقف رقم 7، افوتر بتيت فرير سي كي لافاش نودون، بتسال اخوك ماذا تقدم لنا لافاش البقره. لافاش اكيد بتقدم لنا لافيوند اللحمه، غير طبعا لولي اللبن. رقم سي النيدون لافيوند. الموقف رقم 8، فوت غامي فو ديموند سي كي الفو بور باندر، بتسال صاحبك بيسالك ماذا يجب لكي نرسم، هتقول الفو اون باليت نيميرو بي، محتاجين باليت يعني اللي هو الباليت بتاعه التلوين. موقف رقم 9، فودو مونديا فوتر امي او في لو شيفال، بتسال صاحبك اين يعيش الشيفال. الشيفال يعني الحصان، يا ترى ايكوري ولا ايتابل ولا نيش ولا بولاي. لو رجعنا لجزء الفوكاب الخاص بالزانيمو هتلاقي لو ايكوري ده بيت حظيره الحصان. موقف رقم 10، فوتر امي فو دوموند سي كي اليا دون لو بوتاجي، ماذا يوجد في البوتاجي. البوتاجي ده فيه دي ليجوم دي كانار ولا دو موتون ولا دي لابا. ها نفكر مع بعض، بوتاجي ده المكان المرعى الاخضر موجود فيه الليجوم الخضروات. فو دوموندي افوتر امي سي كي الفي على ميزون بوندو لو ويك اند، بتسال صاحبك ماذا يفعل يوم الاجازه في البيت. ال دي هو هيقول لي سافا، هيقول لي جي جو ا دو جو فيديو، طبعا هيسهينا كلنا ويغفلنا ويلعب بلاي ستيشن. الموقف الرقم 12، فودو موندا انا مي بوركوا ال نيمبا لا كامباني، بتسال صاحبك ليه مش بتحب الريف. فود ديت هتقول له ايه في السؤال، تو نيمبا لا كامباني بوركوا. الموقف الاول. نيجي للموقف رقم 13، فودو موندا انا مي بوركوا ال نيمبا لا كامباني، ال دي هيقول كار اليا تو نيمبا كار جي بور دي انسكت، يعني الاختيار رقم دي بخاف من الحشرات. موقف رقم 14، فودو موندي انا مي بوركوا الى دوغ لا كامباني، بسال صاحبك ليه بتعشق الريف. ها نفكر سوا، فودت ها نفكر، هيقول لي كار جادوغ لو بيساج، بعشق المناظر الجميله. الموقف رقم بي. رقم 15، فودو موندي انا مي بوركوا الى دوغ لا كامباني، بتسال صاحبك ليه بيعشق الريف. ال دي هيقول كار جيم مي بروميني، بحب اتنزه اشيفال باغمي لو شون، في الحقول. الاجابه نيميرو دي. موقف رقم 16، فودو موندي انا مي، تسال صاحبك او الباسي فاكونس ديغنيير، اين قضى اجازته الماضيه. ال دي هيقول جوليزا باسي الكسندري، الاجابه الثانيه نيميرو بي. سافا. نيجي للموقف رقم 18، فوز انفيرمي، انت بتخبر انا مي صاحبك سي كو فوزافي في على فيرم، ماذا فعلت في المزرعه. فوديت هتقول له جو دوني ا مونجي او لابا، اديت الاكل للارانب. ليه مش جي في منطقه شيفال؟ لان جي في منطقه شيفال انا سوف اركب خيل، ده في الفيتور براش. هو بيسالني على الباسي. موقف رقم 19، فوفو انفورميز ان امي، تستعلم من صديقك سي كو الفي على فيغ، ماذا يفعل في المزرعه. فوديت هتقول له طبعا هتساله كاسكو تو يافي على فيغ. موقف رقم 20، فو ديكريفي لا فيرم، بتوصف المزرعه دي تون غران بير، توصف مزرعه جدك، هتقول ايه الي غران اي سوبر. رقم 21، اوكي هنا تاني. موقف رقم 20 يا جماعه، فو ديكريفي لا فيرم دي تون غران بير، فودت هتوصف مزرعه الجد، هتقول مون غران بير اي غران، مون غران بير ا ان غراند فيرم افيك دي بيكو دو انيمو. الاجابه رقم سي الانسب. ليه مش الاخيره؟ لان الفيرم في ميناء، وهنا بيتكلم عن الماسكولا. رقم 21، في دو موندي انا مي او فيف لي شيفو، بتسال اصحابك اين يعيش الخيول. الشيفو بتعيش فين؟ في الايكوري. الاجابه رقم بي. رقم 22، فودو موندي انا مي او فيف لو فاش، انا تعيش الفاش. الفاش يعني البقره، بتعيش في ايتابل، ايتابل يعني حظيره. فودو موندي انا مي او فيف لو بول، اين تعيش الدجاجه. لو بول، البول بتعيش يا جماعه في مكان اسمه بولايي. الاجابه نيميرو دي. فودو موندي انا مي او فيف لو لابا، اين تعيش الارانب. اللابان بتعيش في مكان اسمه كلابيي، كلابيي يعني بيت الارنب. فودو موندا انا مي سي كو لو بول نودوني، ماذا تقدم لنا الدجاجه. لو بول بتقدم لنا ديزو، ديزو يعني البيض. الاختيار الاول. مع اخر جزء في اسئله السيتياسيون، الموقف رقم
26 فو دو مونديال انامي سي كو لو فاش نو دوني ماذا تقدم لنا لا فاش بتقدم لنا لا فيوند وكمان دولي اللبن اللي اختار الثاني فو راكونتي انامي سي كي تو يا في ايير بتحكي لصديقك ماذا فعلت امس يبقى لازم اجابتك تكون في الباسي او في الماضي اللي اختار الاول جي سويز الي على كامباني موقف رقم 28 فو دو مونديال انامي سون افي سور لو فيلم ديير تسال صاحبك رايه في فيلم امبارح فو ديت هتقول له ايه في السؤال كو تو بونس دو فيلم ديير لان اوريدي فو ديت دي معناه انت اللي بتسال موقف رقم 29 فو دو مونديال انامي سون افي سور لو فيلم ديير هنا سالته عن رايك في الفيلم هو بقى يقول لي ايل دي ايل دي يعني هو يرد هيقول لي باتريز اوريجينال ليس رائعا فو دو مونديال انامي سي كو ايل سي فير بتسال صاحبك ماذا يعرف ان يفعل في الانشطه فو ديت هتقول له ايه في السؤال كومون ولا كو تو سو فير كو تو سو فير الاختيار الثاني معناه ماذا تعرف ان تفعل موقف رقم 31 فو دو مونديال انامي سي كو ايل سي فير ايل دي سالته بقى انت بتعرف تعمل ايه هيقول لي في الاجابه جو سي جوي دو لا جيتار الاختيار الثالث نيميرو سي pour parler de vos projets pour le weekend بتحكي عن افكارك يوم الاجازه الموقف رقم 32 فو ديت هتقول ايه في افكارك دي هتقول لو ويك اند جو في الي او بارك داتراكسيون سوف اذهب لمدينه ملاهي الاختيار الاول رقم 33 pour vous informer sur le climat ها مين الجامد جدا يقول لي كليما يعني ايه كليما يعني الطقس او المناخ لكي pour vous informer لكي تستعلم عن المناخ فو ديت هتقول ايه quel temps fait-il aujourd'hui ما حالة الطقس اليوم الموقف رقم 34 34 pour parler de vous emploi de temps بتتكلم عن جدول مواعيدك او جدول حصصك يبقى emploi de temps نكتب عليها جدول المواعيد او جدول الحصص فوديت هتقول الاختيار الاخير لولاندي يوم الاثنين جي دو كور دو مات عندي حصتين رياضيات موقف رقم 35 فو زادوري لا ميوزيك بتعشق الموسيقى فو ديت هتقول جو نيم با لا ميوزيك ولا لا ميوزيك سي ما باسيون اكيد طبعا اختار الثاني الموسيقى هي شغفي ما باسيون شغف او هوايه موقف رقم 36 فو كونسي ان بي تون بور ترافيرسي لا رو بتنصح صديقك او تنصح باردون احد المار لكي يعبر الشارع هتقول له فيز اتونسيون او فواتور الاختيار رقم سي انتبه جيدا للسيارات موقف رقم 37 فو دو موندي ان كوبا او اون فا بور فير دو لا ناتاسيون بتسال صاحبك اين نذهب للعب السباحه اكيد على بيسين او على مير الاختيار الثالث جو في على مير فو دوني ا فوتر افي بتقدم رايك سور لو بونتالون دو فوتر كوبا في بونتالون صديقك فو ديت هتقول له ها جي بونس سي جولي الاختيار الاول ليه مش الاخير يا مسيو لان الاخير بيتكلم عن حاجه في ميناء وانا بتكلم عن البنطلون ده هو مذكر ماسكولا فو دو مونديا فوتر كوبا او الباس لي فاكونس بتسال صاحبك اين يقضي اجازته فو ديت هتقول له ايه في السؤال ها بتقضي اجازتك فين هتقول له الاختيار الاول افيك كي مع مين باسي فو لي فاكونس سافا يعني مع من هتقضي الاجازه بتاعتك اللي احنا شايفينه دلوقتي طبعا ده اكزرسيز جرامير بعد الاكزرسيز الجرامير ان شاء الله يكون معانا دوفوار الاكزرسيز ده وبننهي المحاضره بتاعتنا طبعا بشرح تفصيلي والحاجات اللي قلت لكم النهارده قدمت لكم بالتفصيل شرح ان شاء الله يكون ينال اعجابكم باذن الله شرح الباسي كومبوزي الماضي المركب وراجعنا مع بعض اهم المواقف حلينا مع بعض 40 موقف خاص بالدرس الاول في الوحده الثالثه لكلوب ديز اكسبلوراتور اتمنى يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله الفيديو معانا نشوفه اكتر من مره ونحل الدفوار الخاص بالليسون النهارده كنت معاكم مسيو محمد الجوهري دايما بتمنى لكم كل النجاح والتوفيق ونتقابل على خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.